نطق كلمات الوحدة التانية، الدرس الأول والتاني، أولى إعدادي 2022. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. أولى إعدادي 2022، الوحدة التانية، كتاب جيم، اللي هي هنبدأ بليسونز 1 and 2، صفحة 70 اللي هي بيج 70. هنبدأ دلوقتي بقراءة الفوكاب الفوكابلري المترادفات ليونت 2، وبعد كده هندخل على الاكسرسايز. ليتس جو. هنبدأ دلوقتي بالفوكابلري ليسن 1 and 2، الوحدة الثانية. كي فوكابلري، هنبدأ بليسن 1، سكول سبجكتس، اللي هي المواد الدراسية المدرسية. طبعا عندنا أول كلمة Arabic. Arabic. Arabic اللي هي طبعا اللغة العربية. Art. Art اللي هي التربية الفنية أو الرسم. Computer studies. Computer studies. Computer studies اللي هي الدراسات أو الحاسب الآلي. Drama. Drama اللي هي الدراما، أدب المسرحيات أو الأدب المسرحي. English طبعا معروفة، اللغة الإنجليزية. Home economics. Home economics اللي هي الاقتصاد المنزلي. Math. Math الرياضيات. Music. Music تربية موسيقية. Religion. Religion. Religion اللي هو الدين أو التربية الدينية. Science. Science. ولاحظ إن السي هنا وكمان السي دي هتنطق سي. أوكي. ساينس العلوم أو العلم أو المواد العلمية. سوشيال ستاديز. سوشيال ستاديز. سوشيال والسي هنا نطقناها الشي أو ش ساوند لأن وراها آي. سوشيال ستاديز الدراسات الاجتماعية. سبجكت. سبجكت اللي هي مادة دراسية. هننزل هنحرك الكتاب على ليسن 2 ونكمل معاكم. ليسن 2، daily life. daily life الحياة اليومية. far away. far away. far away بعيدا جدا. bell. 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 hole. hole خد بالك الـ A هنا لا تنطق أه فتحة. no. hole. oh. okay. how often. والـT هنا كمان silent. يعني إيه T silent؟ يعني هنا لا تنطق، تكتب ولا تنطق. how often equals how many times اللي هي كم مرة أو كم عدد المرات. الناحية الثانية أو العمود الثاني، head teacher. head teacher. head teacher اللي هو مدير المدرسة بتساوي principal. library. library. library المكتبة للقراءة، إن احنا عندنا في مكتبة لبيع الكتب اللي هي book shop هناخدها قدام. playground. بلاي جراوند. بلاي جراوند. تايم تيبل. تايم تيبل. تيبيكال. تيبيكال. تيبيكال اللي هي نموذجي او مثالي. هننزل على الاديشنال فوكابلري. اديشنال اللي هي الاضافيه، فوكاب طبعا اللي هي المفردات الاضافيه. لسه في بيج 70 ليسن 1 اند 2. هنقرا بقى الاديشنال فوكابلري ليسن 1. ا كوتا باست. كوتا خلي بالك، كوتا باست مش اسمها كوا، لا كوا غلط. كوتا. كوتا باست اللي هي وربع. كوتا تو. كوتا تو الا ربع. بريك. بريك لفسحة او راحة. ديفرانس. ديفرانس اختلاف، ولاحظ السي هنا هتنطق سي لان بعدها اي، حاجة من التلاتة اللي هم اي او اي او واي. فاينالي. Finally وده adverb. يعني ايه adverb؟ يعني ظرف معناها اخيرا او في النهاية. half past، وخلي بالك ان half برضو اللي هنا silent، تكتب ولا تنطق. half past اللي هي معناها الساعة ونص. listen. listen حصة او درس. study. studied لاحظ هنا ان في الماضي هتزود IED بس بعد ما تعمل ايه؟ تحذف الواي. ليه؟ الواي هنا مسبوقة بحرف
consonant يعني ساكن. طالما ساكن هتقلب الواي الى اي ثم نضع اي دي للماضي، يبقى هنا دي هتبقى اسمها study studied. traveling 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 اللي هي معناها السفر او الترحال. 71 هنكمل listen to busy busy طبعا معناها مزدحم او مشغول، ودي هنا adjective صفة. different different برضو صفة adjective مختلف. كينيا كينيا اللي هي دولة كينيا. نيروبي نيروبي اللي هي مدينة نيروبي. usual usual خلي بالك الاس هنا هتنطق جه جه. usual اللي هي معتاد او مألوف. رود اللي هو طريق. student trip trip. weekend weekend طبعا دي كلمات سهلة. هنكمل او ندخل على language expressions التعبيرات اللغوية. لسه مع اولى اعدادي الوحدة الثانية كتاب جيم في كلمات listen 1 and 2. طبعا هنا عندك have a listen. have a listen لديه حصة او بياخد درس. طيب هنا till the time، وtill ده طبعا ليه بعض الاكسبريشنز المصطلحات اللي هنبقى نقول عليها، وبرضو يعني ان شاء الله هنعمل لكم الفيديو بتاعه وهو موجود على قناتكم وبصوا عليه في كورس الملاحظات اللغوية. طيب عندك هنا قصادنا، طب تعال نكمل العمود الاول هناخد listen 2 معاها. do homework do homework يعمل الواجب او يؤدي الواجب المنزلي. get home يصل الى البيت. get home. have breakfast يبقى يتناول طعام الافطار. طب have lunch يبقى يتناول طعام الغداء. طب have something to eat have something to eat يبقى لديه شيء ليأكله أو ليتناوله. say the time say the time اللي هو يقول الوقت. see you later see you later see you later أراك لاحقا. read English books read English books يقرأ كتبا إنجليزية. take a long time take a long time اللي هو يأخذ وقتا طويلا. prepositions listen one good at good at جيد فيه، وبيتبعها هنا طبعا verb plus ing خلي بالكم. it's time for it's time for on at his day هي on طبعا المفروض الايام على طول حتى بدون حرف الاء اللي هو اداه التنكير دي. on واي يوم من ايام الايه الاسبوع. it's time for ways of ways of اللي هي الطرق لعمل شيء معين. ways of طب listen to at break at break في الفسحة. compare with compare with compare with يقارن مع. far away far away get to get to go to go to help in the home help in the home. طب في expression تاني اسمه help at home على طول، لو ما فيش ذا يبقى at home، انما عشان ذا دي فصلت يبقى هنقول in the home. living living on school days on school days في ايام الدراسة. دلوقتي page 72 ولسه بنكمل listen 1 and 2 في الوحدة الثانية unit 2 والاعدادي. it's my favorite subject. هنبدا دلوقتي في words and opposites اللي هي الكلمات وعكسها. after عكسها before after before love hate hate او hate لو ممكن تنطق التي هنا ده love hate. always never طبعا دي معناها دائما ونيفر معناها ابدا او مطلقا. start سواء start في مضارع او started في الماضي عكسها finish او finished. start finish the first الاول the last the last الاخير. busy free busy free وهننزل على conjugations of regular verbs لتصريفات الافعال غير المنتظمه. دلوقتي تصريفات الافعال الغير منتظمه هنبدا ب choose chose chosen طبعا choose اللي هو يختار. choose chose chosen choose
chose, chosen. Get up, got up, got up. Get, got, got. طبعا قبض حرف جر هيفضل زي ما هو. Ring, rang, rang. Ring دي معناها يرن أو يدق أو حتى يتصل على شخص. Ring, rang, rang. Hear, heard, heard. Hear, heard, heard. Mean اللي معناها يعني أو يقصد. Mean, meant, meant. Mean, meant, meant. وهندخل دلوقتي على الديفينيشنز اللي هي التعريفات، واحنا طبعا عارفين هي موجودة أصلا في الحفظ بس بيكون معاها تعريفها in English. التعريفات اللي هي في آخر page 72 لسه تابع lesson 1 and 2. Bell اللي هو الجرس. It rings when a lesson starts and finishes. طبعا يقصد جرس المدرسة اللي هو بيرن لما الدرس يبدأ أو ينتهي. هول القاعة أو الصالة وتمشي أحيانا بمعنى طرقة. It is a big room for a lot of students and teachers. اللي هي قاعة الدراسة بتاعة الطلاب أو المعلمين. Library. Library اللي هي المكتبة. You can find a lot of books here. You can find a lot of books here. يمكنك أن تجد الكثير من الكتب هنا. Playground. Playground. It's in a school you play games here. اللي هو الملعب أو الفناء اللي بيكون في المدرسة وانت تقدر تلعب games يعني ألعاب ها هنا. دلوقتي قبل ما ندخل على الساعات ونعرف ازاي نقرأ الساعات أو نتعلمها وننطقها كويس، في ملحوظتين لغويتين في language notes، ملاحظات لغوية، وخلي بالكوا دي مهمة شويتين. بيقول لك computer studies اللي طبعا اللي هي دراسة الكمبيوتر أو الحاسب الآلي. Home economics الاقتصاد المنزلي. Social studies الدراسات الاجتماعية. Math المواد الدراسية دي تعامل معاملة المفرد. يعني مفرد يعني تاخد الفعل is، تاخد فعل في المضارع البسيط منتهي بis. زي Social studies is my favorite subject. ما ينفعش أقول are. تقول لي يا مستر ده studies آخرها is، هقول لك دي مادة دراسية تعامل معاملة المفرد، يبقى تاخد is. Home economics starts at 10:30 on Sunday. يبقى starts لان احنا اعتبرناها مفرد، ما ينفعش اقول start، وده هيجي لك في read and correct، صحح الاخطاء. النقطه الثانيه want to لازم يتبعها infinitive اللي هو المصدر. infinitive اللي هو ايه؟ المصدر اللي هو مصدر الايه؟ الفعل، يعني تصريف اول بدون اضافات. We go to the hall when the head teacher wants to talk to us. Wants to جي بعدها talk مصدر. اوكي؟ وبعد كده ندخل بقى على ways to tell أو say the time، طرق الإخبار عن الوقت اللي هي الإيه؟ الساعة. هنحرك الكتاب شوية ونكمل معاكم اللي هو نطق الساعة في page 73 اللي هي صفحة 73. دلوقتي احنا عندنا طبعا الساعات لانها بنعتبرها غير عاقل هنقول it's وبالتالي هنقول it's o'clock. it's o'clock يعني مثلا هنا، وطبعا كل عدد من دول مع عقرب الدقائق بنعتبره بخمس دقائق. خلي بالكوا عقرب الساعات طبعا بنعتبر كل واحد من دول بساعة، انما مع عقرب الدقائق كل رقم من دول بنعتبره بخمس دقائق. يعني هنتكلم عن عقرب الدقائق دلوقتي. لو الساعة مثلا عقرب الدقائق جه هنا هنقول الساعة مثلا it's 5 past، يبقى الساعة وخمسة. تمام؟ يعني لو اعتبرنا الساعة واحدة مثلا يبقى نقول it's 5 past 1. خلي بالك لو اعتبرنا ان عقرب الساعات واقف على واحدة وعقرب الدقائق جه برضو هنا يبقى الساعة واحدة وكام؟ وخمسة. بنقول الدقائق قبل الساعات it's 5 past ونقول بقى ايه؟ الساعات 1. عقرب الدقايق اتحرك وجه على 2 يبقى it's 10 past. زي ما اتفقنا كل مرة بنزود 5 دقايق، دي كانت 5 past يبقى هنا 10 past، هنا 15 اللي احنا بنقول عليها ايه؟ الساعة وربع، وربع اللي هي quarter past. quarter past. it's 20 past. it's 20 past. it's 25. it's 25 past.
يعني الساعة و25 دقيقة، اللي احمل عليها ونص إلا خمسة. هنا بقى it's half past، يعني الساعة ونص. it's half past ونص. it's 25 to، اللي احنا بنقول عليها ونص وخمسة، بس هنا بقى هما بيعتبروها تو إلا بقى. احنا هنعملها زيهم بالظبط. it's 22، يعني الساعة إلا تلت، اللي هو إلا 20 دقيقة. it's quarter to، إلا ربع. خلي بالك التسعة إلا ربع لما يجي عقرب الدقايق وقصادها وربع quarter past، اوكي؟ أمال ستة half past. طب لو عقرب الدقايق جه هنا يبقى it's 10 to، هنا it's 5 to. لما يجي على 12 بقى عقرب الدقايق يبقى it's o'clock. يعني ايه o'clock؟ يعني الساعة تماما أو بالضبط. يبقى زي ما اتفقنا عقرب الدقايق كل ما يمشي على رقم من دول بنزود خمس دقايق. إنما عقرب الساعات طبعا مع كل رقم بساعة. أوكي؟ دي كده يعني نظرة سريعة على الساعات، وندخل على البيج اللي بعد كده. ولسه برضو مع كلمات الدرس الأول والتاني ومع الملاحظات اللغوية في كمان تلات أربع نقاط هم هنكملهم مع بعض. عندك درايف اللي هي معناها يقود، لما يجي بعدها شخص بتصبح معناها يوصل شخص بالسيارة. يعني تيجي تقول لي my father always drives me to school، يبقى أبي دايما بيوصلني إلى الإيه؟ المدرسة بالسيارة. طيب عندك نمبر 5، school أو schools. school خلي بالك الفرق بين دول، school أو schools اللي هو المبنى المدرسي. school لوحدها معناها الدراسة بالمدرسة، يعني our city has 20 schools، يبقى المدينة بتاعتنا فيها 20 مدرسة أو مبنى مدرسي. school finishes at 4 o'clock، يبقى يقصد هنا بقى اليوم الدراسي أو الدراسة بتنتهي الساعة 4. أوكي؟ يبقى أحيانا كلمة school بتيجي بمعنى المبنى المدرسي أو بمعنى اليوم الدراسي. first دي أعداد ترتيبية، then second next، لما تيجي ترتب أحداث هتقول first أولا، then ثم second، so بعد كده next بعد ذلك. يعني first I visited my grandmother، then I met my friends in the club. ولاحظ ان first جه بعدها كوما، then جه بعدها ايه؟ كوما. asking about the day، السؤال عن اليوم. what day is it today؟ what day is it today؟ يعني النهارده ايه؟ ما اليوم؟ هيقول لك today is Monday، اليوم هو الاثنين. يبقى عشان تسأل عن اليوم what day is it today؟ what day is it today؟ بكده خلصنا جزء بتاع page 74، خلصنا صفحة 74، وهندخل على الأجزاء اللي بعدها. ما تنسوش بقى دعم القناة، اشتراك ولايك وشير، ودعواتي لكم بالتوفيق. مستر محمد الجاهز.